سؤالك التاني، بتقولي بنتك 13 سنة عملت مشكلة لنفسها، وكانت يعني بتكلم حد في التليفون، وحضرتك اكتشفت الموضوع وضربتيها ضرب جامد. لا ينبغي اللجوء للضرب الشديد، ولازم نعرف إن لو إحنا مدينا إيدينا على أولادنا وضربناهم ضرب شديد يعني مبرح، هيقتص منا يوم القيامة. دي نقطة مهمة. التربية معنى كبير جدا ومعنى راقي جدا، فيه استعانة بالله، فيه اتباع الأدوات الراقية في التعامل والتوجيه حتى لما بشد. المسألة محتاجة تفكير، طبعا الأمر دايما مع الشباب في السن 13 سنة ده بيحتاج لدعم، يحتاج لتوجيه، يحتاج انك تكوني صاحبتها مش أعدلها بالعصاية. ولما بلاقي انها مش بتسمع الكلام وفي عندي زياده والموضوع انا حاساه مش طبيعي، لا مانع من ان انا الجا لمتخصص في الدعم التربوي. ما احنا لسه كنا بنتكلم يعني، وبالذات في السن الحرجه دي بتحتاج توجيهات من المتخصصين والداعمين التربويين للمراحل السنيه دي اللي احنا عشناها، لكن احيانا بنفتقر الى ان احنا نتعامل مع اولادنا بالاسلوب العلمي المظبوط. هو ده بيحتاج اسلوب علمي طبعا، مش مراحل بيمر بيها الإنسان، طفولة وبعد كده صبا وبعد كده مرحلة المراهقة وبعد كده يبتدي يدخل في الشباب. الإنسان ده آية من آيات الله، فلابد إن إحنا نتوخى الحذر في طريقة التعامل عشان ما نزرعش في نفوس أولادنا حقد وكره وغل وأساليب تزرع في نفوسهم أشياء سيئة تجاهنا نحصدها بقى عند الكبر. أنا مش موافقاكي في مسألة الضرب.